بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المجربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إذا قدر الله وشاء وأذن واستفدت من الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل، يصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله، ولايك وشير للفيديو. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فائدة اليوم هي فائدة جليلة الشان عظيمة القدر، بتتكلم عن القرين وما يسببه من عكوسات وأضرار، ولكن تنبيه، لابد إنك تكون عارف، يعني تكون كاشف، عملت كشف دقيق جدا 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 وعارف إن تعبك من القرين، فإن شاء الله دي تستفاد منها. طيب، لكن عشوائي، عملتها عشوائي والقرين ما يكونش التعب منه أو الضرر منه، هيعود عليك بحالات وخيمة وضرر جسيم. تأكد إن العطل من القرين، ما يكونش هو مش هو اللي أصلا سبب العطل وقاعد في حاله وتروح أنت جاي حاطط عليه، مش هينفع. تعمل كشف دقيق جدا جدا جدا. هو القرين والضرر منه دي بأمر الله هتنزع وتعجزه عنك تماما. فإلى الفائدة اليوم بإذن الله، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة بتقول إن هو علاج نهائي جذري لتعطيل وعقد القرين وتعجيزه، خلاص ما يبقاش له سلطان عليك، يبعد عنك خالص وتعجيزه. طبعا بإذن الله مجرب. طبعا انا رسمت المربع الجليل ده عشان ما ضيعش عليكم الوقت والفيديو ما يطولش عليكم. طيب، احنا مستعينين بالله في الفائدة دي، مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبكتابه العظيم القرآن الكريم وبآيات كريمة من سور القرآن العظيمة. توكلنا على الله. احنا ان شاء الله نستعين بسورة التكوير آية 1 2 3 4. مستعينين بأمر الله بسورة القمر آية 19 20. خلاص متفقين، شغلنا من القرآن وعشان تبحث الآيات وتجيبها على طول. ده الخاتم المبارك، مجموع الآيات العظيمة دي. يبقى هو كده بسم الله الرحمن الرحيم 2 4 5 9.
الدروس اللي فاتت اتعلمنا الأشكال بالطريقة دي، الأرقام أشكالها بالطريقة دي. 2 4 7 3، 2 4 6 9، 2 4 6 6، كل رقم كل حرف تكتبه لازم تستنطقه. 2 4 7 0، 2 4 6 5، 2 4 6 0، 2 4 7 2، 2 4 6 4، 2 4 6 7، 2 4 7 5، 2 4 6 1، 2 4 7 4، 2 4 6 2، 2 4 6 3، 2 4 6 8، ده المربع الشريف. طيب باجي من هنا، من هنا ببدأ، من هنا بكتب كده: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. ركز في الجملة اللي هقولها دلوقتي: وإذا العشار عطلت. اللهم عطل قرين فلان ابن فلانة عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصارا في يوم نحس مستمر ينزع الناس كأنهم أعجاز. ركز في الجملة اللي هقولها تاني: اللهم عجز قرين فلان ابن فلانة عنه بألف لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهو بالوضعية دي كده وبالكيفية دي كده. أهو طيب، طيب يا ابو محمد، هنعمل الكلام العظيم ده امتى؟ هتعمله يوم طبعا واحد صرف عمار زائد تحصيل صرف العمار، الفيديو بتاع صرف العمار والفيديو بتاع التحصيل الاتنين هترفعهم لك على القناة. اتنين يوم ايه يا ابو محمد؟ يوم الثلاثاء ساعة شروق الشمس. في اي بديل ساعة؟ لا. طب اي يوم تاني؟ لا، عشان ده القرين. يوم الثلاث ساعة شروق الشمس اللي هي بعد ما بتصلي الفجر، ساعة شروق الشمس الساعة اللي بعد منها لما تيجي تصلي الصبح، ساعة شروق الشمس. طيب بخورها ايه يا ابو محمد؟ ثلاثة بخور لبان ذكر زائد بخور كنايس. ما تتخضش، هو اسمه كده، هو البخور اسمه كده، بخور كنايس، معروف عند معظم العطارين البلدي، العطارين البلدي معروف وفي كل مكان اسمه كده بخور الكنايس. بعد كده ان شاء الله هو بخور كنايس عادي، برغم ان بخور الكنايس ده فيه ثلاث درجات انت اللي بتركبهم، بخور كنايس أصغر وبخور كنايس، وهذا في قلب يستخدم في بعض الأمور، بخور الكنايس الأصغر اللي هو ده، في بخور كنايس الأوسط وده بتركبه كان بيستخدمه الأروام الرومانيين القدام عشان بيرصدوا بيه المقابر بتاعته. وبخور الكنائس الأعظم اللي كان الفراعنة بترصد بيه مقابرها والدفين بتاعتها، وإن شاء الله ممكن في العمر بقية هنزل لكم الثلاث تركيبات منفردة، كل واحد حلقة منفردة، تركيبة بخور الكنائس الأصغر، تركيبة وحلقة تانية عن تركيبة بخور الكنائس الأوسط، وحلقة تالتة بخور الكنائس الأعظم بإذن الله إن كان في العمر بقية. طيب إحنا عملنا الكلام المحترم ده، طيب نعمل إيه؟ نسختين، أربعة يكتب نسختين، نسخة تحمل وأخرى تشرب، والنسخة اللي بتحمل تعطر بالمسك. ليه يا أبو محمد بالمسك؟ عشان المسك بيخنقه، المسك بيضايقه، بيطفشه، بيكمروا لأن المسك ده معروف ان رائحة اهل الجنة، فالمسك بيضعفه.
طبعا مش لوحده، يعني بالحاجات العظيمة دي، يعني النسخة اللي هتكتب أنا عايز نسختين، واحدة هتشربها على يوم، على اتنين، على تلاتة حسب ما طاقتك، والتانية تحمل اللي هو للشخص المقرون، وعايز النسخة اللي تحمل تعطر بالمسك. تعطر ازاي بالمسك؟ زي ما اتكلمنا قبل كده، بس انا بكلم الجديد مش اللي متابعنا وماشي معانا في الحلقات السابقة. لو عملنا المسك هنا وكده واي عطر عملناه هي كده، هيطلع الكتابة، والكتابة ان طلعت بطلت ضعفت. لا، باجي هنا حتة بيضة، هنا المربع الابيض ده حتة بيضة، هنا 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 هنا، عشان ابقى بعيد عن الكتابة، ويبقى الوفق دايما متبخر كده ودايما فيه العطر بتاعه. ما بحطش على الكتابة، خدوا بالكم من النقطة دي، لأن في ناس كتير بتقع فيها في الحتة البيضاء. وتاخدوا بالكم من الآيات الكريمة دي اللي هي من سورة التكوير وسورة القمر والمربع العظيم ده، لأني هنفرد كذا حلقة. احنا النهاردة مجاله في علاج القرين وتعجيزه، تعطيل القرين نهائيا، علاجه نهائي وتعطيله وتعجيزه عنك خالص، يبعد عنك. لكن له تصريفات تانية في حاجات تانية، حافظوا عليه. تنبيه للمرة التانية والأخيرة، ده عشان تعمله للقرين لازم تكون عامل كشف دقيق جدا إن المرض أو العطل أو سببه القرين، تعمله بأمر لا يمشي بعيد عنك. لو عملته عشوائي بدون ان يكون القرين سبب، هتتدمر، هيأذيك. ما هو صحيح، ما انت هو ما عملكش حاجه وانت جاي عليه، فخد بالك تعمل كشف قوي دقيق، مش بالعشوائيه. انا تعبان يبقى هو القرين، طب اعملوا له القرين. لا، ده تهريج. العلم الروحاني ما فيهوش تهريج، انت بتتعامل مع ارواح صعب التعامل معاها، خد بالك. أرجو من الله سبحانه وتعالى إني أكون أفدتكم وأرشدتكم إلى ما فيه الخير وإلى ما يحبه ويرضاه، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة. التواصل على الوصف من 10 صباحا لـ8 مساء يوميا على الجمعة. وأستودعكم الله وفي أمنه وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.